السياحة في سنغافورة تصنف كأنظف بلد في العالم، وتعتبر سياحة سنغافورة الوجهة المفضلة للمشاهير حول العالم، حيث الاستمتاع بالشواطئ البكر والطبيعة الساحرة والتبضع من أفضل الأسواق في العالم، وممارسة أنشطة مختلفة مثل السباحة وسط السحاب في حديقة سكاي بارك. في هذا الفيديو أجمل 7 أماكن في سنغافورة، أفضل وقت للسفر، أفضل المطاعم، العملة والفيزا، وأخيراً 7 نصائح هامة. أولاً، أجمل 7 أماكن في سنغافورة. عجلة سنغافورة العملاقة، أكبر عجلة دوارة في العالم. استمتع برؤية بانورامية لسنغافورة وأنت تجلس في عربة مغلقة ومكيفة في رحلة تستغرق 30 دقيقة. لا تنسى التقاط الصور التذكارية للسياحة في سنغافورة. نافورة الثورات، لقبتها موسوعة جينيس بأكبر نافورة في العالم، وهي من أهم الوجهات السياحية في سنغافورة. تحتل موقعاً هاماً في مدخل أحد أهم مراكز التسوق في سنغافورة. حديقة سكاي بارك في فندق مارينا باي ساندس، احجز ليلة في الفندق واستمتع بثلاث برك سباحة في الطابق 57 في الفندق، يجعلونك تشعر وكأنك تسبح في السحاب. يونيفرسال ستوديوز من الوجهات السياحية الهامة في سنغافورة، وهي مدينة ترفيهية شهيرة تم تصوير مجموعة من أشهر الأفلام الهوليودية فيها، بها قسم كامل يشبه مدينة نيويورك الأمريكية. جزيرة سانتوزا من أهم الأماكن السياحية في سنغافورة، يمكن الذهاب إليها بسيارة الأجرة أو الباص، وكذلك التلفريك، تمثل ملاذاً للهروب من صخب المدينة. للجزيرة 3 شواطئ، بالاوان، كانغونغ، وسيلوسو. برج تايجر سكاي، أعلى برج مراقبة في سنغافورة. هناك أكثر من طريقة لرؤية سنغافورة من الأعلى، أحد أروع هذه الطرق مشاهدتها وأنت أعلى برج تايجر سكاي. تايجر سكاي هو أعلى برج مراقبة في سنغافورة، ويبلغ ارتفاعه 110 متراً. السير ليلاً على ضفة نهر سنغافورة من أجمل الأنشطة التي تمارسها في سنغافورة. تقع معظم الأماكن التاريخية في سنغافورة على ضفاف نهر سنغافورة، لذلك يعتبر من الوجهات المهمة في سياحة سنغافورة. وفيها فندق رافيلز الأسطوري الشهير، تمثال ستامفورد رافيلز مؤسس سنغافورة، يقع أيضاً على ضفة النهر، بالإضافة إلى المتاحف والمحلات. لمعرفة المزيد من المزارات والأماكن السياحية، زوروا موقعنا كولومبوس تور جايد. لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع من تودون زيارة سنغافورة مع 4. معلومات عن سنغافورة يجب أن تعرفوها قبل السفر. العملة واللغة. عملة سنغافورة هي الدولار السنغافوري، ويمكنك تحويل العملات من مراكز الصرافة والبنوك والفنادق. أما الديانة فهي البوذية، الهندوسية، الإسلام، والمسيحية. يتحدث الناس بعدة لغات في سنغافورة: اللغة الإنجليزية، اللغة المالوية، الماندرين، اللغة التاميلية. 2. أفضل وقت لزيارة سنغافورة. طقس سنغافورة في المجمل يتميز بالثبات على مدار السنة. يحدث انخفاض نسبي في الحرارة ما بين نوفمبر ويناير. تستمر الأمطار الخفيفة على مدار العام. درجة الحرارة غالباً خلال النهار 31 درجة مئوية، وخلال الليل 24 درجة مئوية. لذلك فأنسب أوقات زيارة سنغافورة تكون طوال العام، إلا إذا كنت تحب المهرجانات والاحتفالات، فيمكنك زيارتها في شهر أبريل، يقام مهرجان الطعام في سنغافورة. شهر يونيو أفضل وقت للاستمتاع بالتخفيضات على كافة السلع. شهر رمضان المبارك تنشط الأسواق بالطعام والملابس والهدايا التذكارية. عيد الميلاد تتزين سنغافورة بالأضواء والأنوار الرائعة. كيفية الحصول على التأشيرة إلى سنغافورة.
يمنح السياح الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول سنغافورة إقامة لمدة شهر واحد من تاريخ الدخول. المطاعم في سنغافورة. من أشهر مطاعم الحلال في سنغافورة مطعم الأمين، يقدم أطعمة من المطبخ السنغافوري. المقهى الإسلامي، يقدم أطعمة من مطابخ مختلفة حول العالم. أما عند زيارة سانتوزا، فأهم المنتجعات في سانتوزا منتزه مارين لايف بارك، ويعد أكبر حوض مائي في العالم، يضم أكثر من 100,000 نوع من الأسماك، الدلافين، أسماك القرش، قناديل البحر. أما أهم المطاعم في جزيرة سانتوزا، مطعم أوسيا، مطعم فورست، وتتذوق فيه المأكولات الأسيوية. من أشهر المأكولات في هذا المطعم كبد البط الشهي المشوي على نار قوية، وصدر البط المدخن المعروض على خلفية من الفاصوليا والحليب. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. 7 نصائح قبل السياحة في سنغافورة. هناك عدد من النصائح التي ينبغي لك معرفتها قبل السفر إلى سنغافورة. بالنسبة للمواصلات، يمنع منعاً باتاً التدخين والأكل والشرب. بالنسبة لقيادة سيارة مؤجرة، ينصح بالقيادة على الجانب الأيسر للطريق، والحد الأقصى للسرعة 50 كيلومتر في الشوارع الرئيسية ومن 70 إلى 80 كيلومتر على الطرق السريعة. يحظر التحدث بالهاتف أثناء القيادة، ويجب ارتداء حزام الأمان واستعمال مقعد الأطفال إلزامي قانوناً. إياك أن ترمي بنفاية أو ورقة في الطريق، لأنك ستدفع غرامة مقدارها 500 دولار سنغافوري. احذر التدخين في الأماكن العامة بما فيها المطاعم المكيفة والسيارات، ستدفع غرامة قدرها 500 دولار سنغافوري. تجنب الإشارة باليد السبابة على الشخص، لأن هذا يعد عندهم أمراً وقحاً جداً. تعرف على آداب استخدام العيدان أثناء تناولك الطعام، ولا تترك العيدان داخل الطبق، لأن هذا يعني أنك ما زلت جائعاً. يعد التجشؤ في سنغافورة علامة لإظهار مدى جودة مذاق الطعام، على عكس عندنا كعرب يعد تصرفاً غريباً. شعوب شرق آسيا تتميز بالهدوء، ولذلك لا ينبغي أن تبدي غضبك بالصراخ، لأن ذلك لن يمكنك من إنجاز شيء. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.